بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أبنائي طلبة الصف الثاني عشر القسم الأدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مجددا لنستكمل معكم دروس مادة التاريخ الحديث والمعاصر، والتي كنا قد تحدثنا في حصة ماضية أعزائي الطلبة عن نهاية الثورة الفرنسية، أي نهاية الفصل الخامس، وتحدثنا فيها عن محاكمة الملك لويس السادس عشر، ثم بعد ذلك تحدثنا عن لجنة الأمن العام، ثم تحدثنا عن حكومة الإدارة بقيادة نابليون بونابرت، وختمنا هذا الدرس أو الدرس السابق عفوا، وختمنا الدرس السابق بإصلاحات نابليون بونابرت. أما اليوم أعزائي الطلبة فسوف ننتقل إلى فصل جديد، وهو الفصل السادس بعنوان الحربان العالميتان. سوف نتحدث اليوم عن أوروبا والعلاقات الدولية في بداية القرن العشرين، أي تمهيدات للحرب العالمية الأولى. إذن أبنائي الطلبة نبدأ درسنا لهذا اليوم بالحرب العالمية الأولى، وتاريخ هذه الحرب كانت في عام 1914 واستمرت حتى عام 1918. طبعا عندنا قبل الحرب انقسم العالم سياسيا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلادي إلى قسمين بشكل عام، أو انقسام تكتلات، وذلك بسبب عدة عوامل، أهمها يأتينا في الاختبار بما تفسر أو علل انقسام العالم سياسيا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. الإجابة تكون كالتالي: لعدة عوامل، أهمها بروز النزعة القومية وتصادم الأيديولوجيات. اثنين، تضارب المصالح الاقتصادية والسياسية، أي سياسة التوسع للسيطرة على مناطق مختلفة من العالم. ثلاثة، سياسة التوسع على مناطق مختلفة من العالم. وأخيرا، السباق في التسلح. السباق ماذا؟ في التسلح. هذه هي أسباب انقسام العالم سياسيا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ماذا يقصد بالأيديولوجية؟ إذن مفهوم مهم دائما يأتينا في الاختبارات، عرف الأيديولوجية. إذا نقول الأيديولوجية نسق من الآراء والأفكار السياسية والقانونية والدينية والفلسفية، هذا هو تعريف الأيديولوجية. أوروبا والعلاقات الدولية في بداية القرن العشرين، بما تفسر كانت القارة الأوروبية محور العلاقات الدولية في القرن العشرين. لماذا هذه القارة بالذات؟ أولا لأنها مركز الثورة الصناعية والتي انطلقت من إنجلترا. اثنين، وفرة الموارد الاقتصادية والإمكانيات الاقتصادية. ثلاثة، النفوذ الاستعماري لهذه القارة في جميع القارات. أربعة، نشوء الإمبراطوريات الكبرى. هذه الأربعة العوامل هي الأسباب التي جعلت من القارة الأوروبية محور العلاقات الدولية في القرن العشرين. قارن بين كل من العلاقات الدولية والاتفاقيات الدولية. إذن هذه المقارنة نأتيها من حيث المفهوم، بمعنى فرق ما بين العلاقات الدولية والاتفاقات الدولية. الفرق بينهما يأتي في هذا الجدول. إذن عندنا العلاقات الدولية وعندنا الاتفاقات الدولية. العلاقات الدولية، كل دول العالم ترتبط مع بعضها البعض بعلاقات دولية، فنقول أن العلاقات الدولية هي الاتصالات بين الدول وبين المنظمات الدولية في جميع المجالات. أما بالنسبة للاتفاقات الدولية فنقول هي التشريعات اتفق عليها دوليا، وهي مقننة تلتزم بها الدول المشتركة فيها فقط. إذن الدول التي وقعت ووافقت على هذه الاتفاقية هي الملزمة بتنفيذ ما جاء بها. ننتقل الآن أبنائي الطلبة إلى أوروبا والعلاقات الدولية في بداية القرن العشرين، قيام الأحلاف والتكتلات في أوروبا. بما تفسر قيام الأحلاف في أوروبا؟ أدى زيادة التنافس والصراع بين دول أوروبا إلى قيام الأحلاف،
حيث تعتبر ألمانيا من أهم الدول التي اتبعت هذا الأسلوب. نلاحظ، نفسر قيام هذه الأحلاف بسبب زيادة التنافس والصراع بين دول أوروبا. واحدة من الدول الآتية تعتبر من أهم الدول التي اتبعت أسلوب الأحلاف في أوروبا، إنها ألمانيا. طبعا في فرنسا، إنجلترا، روسيا، كلهن اتبعن أسلوب الأحلاف، لكن من أهم الدول التي اتبعت هذا الأسلوب هي ألمانيا. ما اسم الزعيم الألماني الذي اتبعت ألمانيا في عهده أسلوب الأحلاف؟ إنه الزعيم الألماني بسمارك، أو ما نطلق عليه المستشار الألماني بسمارك. قيام الأحلاف والتكتلات في أوروبا، نبدأها بهذا الحفل. لو لاحظنا هذه الخريطة أعزائي الطلبة، في أعلاها تسمى أسقط الأباطرة، عندنا روسيا، عندنا ألمانيا، وعندنا كذلك النمسا. فنقول هذا الحلف من خلال الخريطة، لاحظ الخريطة المقابلة ثم أكمل الجدول التالي. اسم الحلف هدفه، الأطراف سبب فشله. اسم الحلف موجود بالأعلى، هذا هو، إذا اسم الحلف أصبت الأباطرة. أما هدف هذا الحلف فهو عزل فرنسا. إذا بعد تحقيق الاتحاد الألماني، عمد بسمارك إلى عزل فرنسا، وذلك بالتحالف مع روسيا والنمسا. إذا تحالف مع النمسا ثم مع فرنسا، ولم يدم هذا التحالف طويلا، وذلك بسبب خروج روسيا لخلافها مع النمسا سنة 1878. إذا سبب فشل هذا الحلف، أي أصبت الأباطرة، هو خروج روسيا منه بسبب خلافها مع النمسا سنة 1878. الآن ننتقل أعزائي الطلبة إلى الحلف الثلاثي. لاحظ الخريطة المقابلة ثم أكمل الجدول التالي. هذه الخريطة الموجودة أمامنا، وهذا المظلة باللون الأخضر يمثل هذا الحلف. إذا اسم هذا الحلف هو الحلف الثلاثي، موجود بالأعلى كمان. تاريخ هذا الحلف كان عام 1882. أما أطراف هذا الحلف، ألمانيا والنمسا وإيطاليا. إذا ألمانيا والنمسا استمرين بعد خروج روسيا، وانضمت إليهم ماذا؟ إيطاليا. هذه هي إيطاليا، وهذه هي النمسا، وهذه هي ألمانيا. أما سبب دخول إيطاليا إلى هذا الحلف، بسبب احتلال فرنسا لتونس سنة 1882. هذا دفع إيطاليا إلى الانضمام لهذا الحلف. نلاحظ كمان هذه الخريطة المقابلة أبنائي الطلبة، لنكمل الجدول التالي. هذا الحلف يسمى الاتفاق الودي، وهذا موجود في الخريطة. إذا الاتفاق الودي، أما سبب انعقاد هذا الاتفاق، شعور بريطانيا بالخطر من تقدم ألمانيا الصناعي والاقتصادي. اثنين، نمو قوة ألمانيا البحرية مما يهدد سيادتها. إذا بريطانيا شعرت بالخطر ولذلك تقاربت مع بريطانيا. قد يأتينا علل، سؤال علل مهم، علل تقارب بريطانيا مع فرنسا وعقدهما الاتفاق الودي. نقول لشعور بريطانيا بالخطر من تقدم ألمانيا الصناعي والاقتصادي، ونمو قوتها البحرية مما يهدد سيادتها. أما الأطراف هي فرنسا وبريطانيا. هذه هي فرنسا وهذه هي بريطانيا، اللتان وقعتا هذا الاتفاق، وتاريخ هذا الاتفاق كان في عام 1904. ننتقل إلى الحلف الذي وراه. لاحظ هذه الخريطة كمان المقابلة ثم أكمل التالي. إذا عندنا جدول، اسم الحلف، الأطراف، تاريخ، العام. إذا عندنا فرنسا هذه في الخريطة، وبريطانيا، وانضمت إليهما روسيا. فنقول هذا الحلف الذي شمل هذه الثلاث دول يسمى الوفاق الودي. إذا الأطراف فرنسا، حددناها، هذه فرنسا، ثم بريطانيا، ثم روسيا. أما تاريخ هذا الحلف فكان في عام 1907. انقسم العالم قبيل الحرب العالمية الأولى إلى مجموعتين متنافستين متسلحتين. في ضوء هذه العبارة نكمل هذا الشكل. لاحظ هذه الخريطة، الحرب العالمية الأولى، برز لنا الحلف الأول وهو الحلف الثلاثي، أو ما نطلق عليه دول الوسط، ويضم كل من ألمانيا
والنمسا وكذلك إيطاليا. أما الحلف الثاني فيضم دول الوفاق الودي، وهي كل من إنجلترا وفرنسا وروسيا. إذن الحلف الثلاثي ألمانيا النمسا إيطاليا، أما دول الوفاق الودي فهي إنجلترا فرنسا وكذلك روسيا. تغير في موازين الأحلاف. شعرت ألمانيا بالخطر يحيط بها من الشرق والغرب، خصوصا بعد توقيع الاتفاق الأخير المسمى بالوفاق الودي، فزادت من التسلح، وهذا دفع الدول الأوروبية هي الأخرى إلى السعي إلى التسلح. إذا السباق في التسلح أصبح يهدد أوروبا، خاصة بعد انسحاب إيطاليا من الحلف الثلاثي وانضمامها إلى الوفاق الودي. ثم في الأخير انضمت الدولة العثمانية إلى ألمانيا والنمسا بعد خروج إيطاليا وانضمامها إلى الوفاق الودي، وبهذا انقسم العالم إلى مجموعتين متسلحتين، وهنا كلها مؤشرات لحدوث بداية الحرب العالمية الأولى. طبعا أعزائي الطلبة، عندما تحدثنا عن الوفاق الودي فقلنا أن فرنسا وكذلك بريطانيا وروسيا، طبعا فرنسا قربت بين بريطانيا وروسيا وسوت مناطق النفوذ في آسيا اللي هي إيران وأفغانستان والتلك، ثم وقعت الثلاث الدول كما عرفنا اللي هو الوفاق الودي سنة 1907. وبهذه الجزئية أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.